ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت سلطات مدينة تطوان انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري عملية تسجيل ممتهني التهريب المعيشي الذين تضرروا من إغلاق معبر سبتة المحتلة، وعرفت نقطة التسجيل بمقر منصة الشباب وسط المدينة إقبالا كبيرا من طرف سكان تطوان الذين كانوا يمتهنون التهريب المعيشي والذين أضحى أغلبهم عاطلا عن العمل بسبب إغلاق المعبر وعدم توفر بدائل اقتصادية. وستقوم السلطات بمراجعة أسماء المسجلين والتأكد من وضعيتهم قبل الشروع في إدماجهم مهنيا في المناطق الصناعية بتطوان وطنجة على الأرجح. وسبق للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتطوان أن أعلنت عن تحويل عملية التسجيل إلى المكان المذكور من أجل استيعاب الأعداد الغفيرة للمترشحين. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.